يعني الدعم شلون تريد استاذ احمد ادعمك اذا بالصحف الامريكيه والاعلام الامريكي سقوط 7 صواريخ على السفاره الامريكيه، الجيش الامريكي تحت نيران، الموظف الامريكي او الشركه الامريكيه تجي ماكو امان. يعني شلون تريد، يعني صحيح نريد ندعم الكاظمي تدعمه، خلي كاظمي يدعم الامريكان ايضا، انت مو تريد شراكه؟ مو الضيف يقول احنا محتاجين الى امريكا وعليه مسؤوليات، مو الحكومه العراقيه والكتل السياسيه ايضا عليها مسؤوليات. يعني شوف الدول الاخرى هي تحمي البعثات الدبلوماسيه، قدرتوا تحمون البعثات الدبلوماسيه؟ هاي الصواريخ اللي تنطلق وتنضرب الى السفاره الامريكيه وقتل جنود امريكان سابقا ومترجمين، هذه هي شراكه؟ يعني بس فقط تريدون، وبس من بالطرف الثاني ماكو اي يعني تحرك باثبات انه هذه الشراكه شراكه حقيقيه وليست على المصالح من طرف واحد فقط.